سيدي الرئيس، السادة الحضور، تتعرض الأقلية المسيحية في اليمن منذ 2011 لكافة أنواع الاضطهاد كالقتل والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات ومصادرة الحقوق والابتزاز والتهجير من جميع أطراف الصراع في اليمن. وقامت جماعة تابعة لحزب الإصلاح في تعز بقتل أنور الوزير، وفي صنعاء قامت ميليشيا الحوثي باعتقال هدى عبيد لمدة سنة وشهرين واعتقالي لمدة 3 سنوات، وأيضا اعتقلت محمد الخاشب وإلى الآن لا يزال في سجون الحوثي. عانت الأقلية المسيحية وكافة الأقليات مثل البهائية واليهودية والمهمشين السود، ما زالت تعاني في ظل غياب منظمات حقوق الإنسان والتعتيم على ما يحصل في اليمن طوال السنوات الماضية. وكخطوة أولى لمواجهة الظلم والاضطهاد وفضح ما يحدث من معاناة للأقليات في اليمن، قررنا نحن الأقليات اليهودية والمسيحية والبهائية وذوي البشرة السوداء والمولدين، قررنا إنشاء كيان لتمثيل هذه الأقليات والدفاع عن حقوقها، وهو المجلس الوطني للأقليات في اليمن. ولكن واجهتنا الحكومة الشرعية برفض إعطاء التصاريح اللازمة ورفض الاعتراف بنا كأقليات. نود دعمكم في إلغاء القوانين العنصرية ضد الأقليات وحرية المعتقد والفكر، إيجاد حلول عادلة فيما يتعلق بوضع الأقليات في اليمن ومناطق اللجوء خارج اليمن، الضغط على الحكومة اليمنية لمنحنا تصاريح عمل المجلس الوطني للأقليات دعما لحقوق الإنسان. وشكرا لكم.